السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم صباح هذا اليوم الأربعاء، وحنا كنتواجدوا بمدينة الألفية وجدة، وفي الصورة يبدو البطل العالمي ديالنا العداء قاهي المسافة الطويلة السي شفيق حسيني، وكذلك الصديق ديالو اللي تقاسمت معكم واحد الصورة اللي يعني ديال 40 سنة، السندرام صاحب العسرية واللي كان محبوب جميع لاعب سابق للنهضه البركانيه والمولوديه المجديه، وكذلك اولمبيك خريبكه وقوات المساعده، لاعب اللي صراحه دائما كل تواضع ينطبق عليه المثل الشعري: ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهم شوامخ. كنحاول دائما اقولها وبكل صدق، الرجالات اللي عطاو الشيء الكثير كل واحد في مجاله سواء رياضي وغير رياضي، وصبحوا بخبر كان، والهدف ديالنا من هذا البث المباشر تحت شعار ربط الماضي بالحاضر وحتى لا ننساه هو ازاحه غبار النسيان اللي طال عدد كثير من الوجوه. اتى الدور على نضرم، واكيد اللي ما شافوش هذه عدد سنين اكيد ربما غادي يشبه له نضرم. ما هو نضرم؟ سي نجيب، سؤال كلاسيكي. سي نجيب، علاقتك كرة القدم، فين تعلم أبجدية كرة القدم، وشكون اللي كان سبب باش تمشي لهذا العالم ديال المستديرات؟ تفضل السيدي ناجي. هو الميدان هو مع المولودية الوجدية، يعني مع المولودية الوجدية قبل ما تمشي أي ملعب من الملاعب ديال كرة القدم في الأحياء، فين كنتوا تسكنوا هنا في وجدة؟ كنت يعني التأثير ديال الحي واللاعبين، وكنتوا تشاركوا في الدوريات أكيد انطلاقا من الدوريات عاد مشيتوا للكلوب. إذا تفضل سي نجيب. سي نجيب أكيد باش غادي بحال يعني نتمنى إن شاء الله نجيب باش يتواصل معكم، ونجيب غادي يقول لنا الأول فريق اللي لعب له، كي جات المناسبة، واش لعب مع الفئة العمرية، وكانت بدءا ب المولودية الوجدية، التاريخ العريق ديال المولودية واللي إذا تفضل سي نجيب. بديت في المولودية في 73. 73 كان الله يرحمه الحاج عمر تما بديت، ومشيت لتمينين كاطي في نيويورك، كانت الشهر موراها وليت المولودية. المولودية بالضبط أشن سنة فاش لعبت مع الفريق الأول؟ الفريق الأول 81. 81 المكان اللي كنت لعب فيه في المولودية؟ جناح أيسر. جناح أيسر. السنوات اللي قضيتها وقبل ما تلتحق من بعد المولودية لعبت مع الشهاب، وليت المولودية مشيت للقوة، القوات المساعدة، سيدي سليمان. سيدي سليمان، لا بن سليمان، بن سليمان كنقول سيدي سليمان، بن سليمان. بن سليمان شنو السنة بالضبط؟ الوقيته اللي كان انا فلوس معه؟ لا قبله. قبله انت؟ قبل انا فلوس. لا مع الخراج. يعني كانوا بير باعوا حمار، طلعوها طلعت بير باعوا، ولات قبضات على انسبكسيون وداروها في السونتر تاع بن سليمان، وهي كانت تلعب في السطاط. العام اللي طلعوا للدوزيام ديفيزيون حنا مشينا تما. طبعا يا سي جابر جنة، انا ولا ناجم. بن سليمان، ومن بعد من التحقت وليت للمولودية، مشيت غير بريتا ورجعت للمولودية. رجعت للمولودية بالضبط شمن عام اللي رجعت للمولودية؟ 81. 81، شحال قضيت في المولودية؟ 4 سنين. 4 سنين، 81 حتى 84، 84 التحقت بالنهضة البركانية. واه. وكانت أسماء وازنة في النهضة البركانية في ديك الوقيتة، خصوصا أنه في 82 النهضة البركانية كانت قاب قوسين أو أدنى باش تحرز على البطولة، لكن اكتفت وصفة البطل اللي كان هو المغرب الفاسي في الفترة، واللي كان المدرب ديالها هو ابن وجدة، يعني المدرب واللاعب ديال النهضة البركانية والمولودية الجديدة وعدد كثير من الفرق، اللي هو سي مصطفى بن المحي، الله يذكره بخير. والله انت التحاقك بالنهضة البركانية 84. 84 وقضيت معاهم حتى انت 87. لعبت معاهم عامين. إذن أنا في الحقيقة السيندرام نديرك في الواجهة، وأنت تتكلم بكل حرية، تتكلم بالعربية بالشلحة بالدارجة، المهم أنايا بغيت يسمعوا صوتك، والنظرم اللي كان يطرب
يعني بالقدم ديالو اليسرى اللي كانت ساحره، وديك الضربات المركزه اللي ما كتركش حظ للحارس، واللي كانت كي 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 يستهدف بها الزاويه 90، فكانت يعني ديك اللمسات ديالو بغينا نشوفوها وهو يعني امام الشاشه باش يتواصل معكم ويزيد يحكي على الحياه الكرويه ديالو. 84 التحق بالنهضه البركانيه، كيفاش كانت الاجواء وكيفاش كتشوف الجمهور ديال بركان وكيفاش كان اللعب هذاك، كيفاش القدات تما في ذاك تفضل. اول حاجه لعبت مع الدراري تما في بركان زعما الله عمرها طلع ناخذ مبين من كبير، كان الاحترام الصوت مجهد باش يسمع الصوت مجهد باش يسمع. اول حاجه الدراري اللي لعبت معاهم تما كانوا في المستوى، كانوا مزيانين تقريبا. نتذكر الاسماء اللي كانوا في ديك الفتره. الحارس كان الهاشمي برازي، كان فقور، كان بينيتو، كان ميمون عيدوني بوزرون، كان الملحاوي، كان علاوي، أحريف، كان بوسحابة، شهبون، يعني أسماء وزنة. كان الشاوش حميدة، محمد الشاوش معنا. وي زيد تفضل. شحال بالضبط شحال من سنة؟ عامين لعبت معاهم، عامين لعبت هذيك. فوفا شفيق ذكروا فوفا. كيف شكون شفيق؟ فوفا نظرة شحال سجل من هدف؟ سبعة. سبعة؟ الله يسجل لك اسي، الله يحسن لك. تفضل. يعني الحياة الكروية ديالك عشتها على مراحل ما بين الشرق والغرب والداخل، لان التحقت كذلك باولمبيك خريبكا، واخا ما لعبتلاش كثير ولكن بصمت مع اولمبيك خريبكا اللي كانوا حتى هي فيها لاعبين كبار. وسندرام زيد تكلمنا على كيفاش يعني خديت تجارب، واكيد كنقولوا اللي عنده عنده، راك ملي كتكون موهوب، وحنا دائما كنقولوها مثلا بحال حنا كنتواجدوا هنا في المركز او المعهد الملكي، وكنشكروا كذلك الاخ اللي معنا في الصوره السي جابري اللي فتحنا. شكرا على الزياره السي ميمون، والله الا مرحبا والف مرحبا، وشرف كبير اننا راك تحضر معنا اليوم، وكنشكرك على المجهودات اللي كتقوم بها والتواصل اللي كتلاقي الاخوان في كما نقولوا جميع الاجيال، وشكرا على المجهودات السي ميمون ومرحبا بكم، وشكرا انه جبت لنا البطل ديالنا سي شفيق، والله يطول في عمره والله يطول في صحته ان شاء الله. الله يعطيك سي ميمون ومرحبا بكم. مرحبا بك سي جابري. بالمناسبه بعدا من راك مباشره مع الاصدقاء، شنو تقول لنا على السي نضرم؟ انا اللي اتصلت به قال لي راني هنا مع السي جابري. السي نجيب نضرم غني عن التعريف، انسان طيب خلوق، ما كيبخل علينا حتى شي حاجه، وكما نقولوا انتم جيتوا وشفتوا داك الشيء كما نقولوا في الامر الواقع، كيجي من مسافه بعيده ويجي لعندنا هنا باش كيعطينا واحد المعلومات، وكنشكرو بزاف على اللي خطا علينا. شكرا السي نضرام، وربي يطول في صحتك ان شاء الله. بارك الله فيك. نوليو للسي نضرام باش يتكلم لنا شويه، لان الاخوان متعطشين باش يسمعوا صوته ويعرفوا الحياه الكرويه ديالو. غادي يعاود يقول لنا فين لعب وفين لقاداته، ويعني ديك الموهبه ديالو كيفاش صقلها، والمدربين اللي تاثر بهم. وواحد يعني احنا تفضل يا سي نضرام. اول حاجه انا ملي كنت المولوديه كنت لعب جونيور، ثم كنت في لا سيليكسيون تاع المنتخب ديال الشرق. المنتخب تفضل زيد. هو اللي كان السبب ديالي السي ميمون باش ما باش ما نوصل، ما بحال اللي دمرت، فهم دمرت في ذاك. ومراه وصلت للبريمير ديفيزيون، مشيت للقوه لعبت فيها، مشيت للقوه ولعبت فيها تما بحال. ومراه وليت للمولوديه الجديده. يعني تاثرت، ونقول لك واحد القضيه، يعني التاثر ديال العدد كثير من اللاعبين اللي سبقوا، كل واحد في اي مجال من المجالات كتلقاهم في الجعبه ديالهم شي كثير، وهذاك هو اللي كيخليهم حساسين بزاف. هما اللي كيكون باغي وعلى قد الحال فكيصبر لكل الاكراهات وكل هذا. وعانيش انا سنين داكشي اللي زعما فوتنا في الصور، بحال اللي دمرنا، واخا لعبنا الكره ما عطاتناش امتيازات، وكان عندنا باش نوصلوهم شويه.
انا كان عندي واحد الفرصه مع واحد المدرب روماني هو اللي كان غادي هو اللي كان مصيفطني لا سيليكسيون المنتخب المغربي ولكن بالتالي جبرت راسي انا ما مشيتش مشى واحد اخر بلاصتي وسبحان الله كانت هذه المساله كنا نسمعوها ويعني كتجينا شويه غريبه انه الفريق يوم استدعونا واحد اللاعب واذا به كيدي واحد اخر ما كانت غريبه هذه ما هو قالها لي هذا روماني قال لي الاخرى اللي ما خلاوها روماني قال لي نضرب يعني نضرب نجيب اللي تاثر في الكبير وصراحه نضرب يعني وانا باقي نعقل على ديك اللمسات ديالو وديك الطريقه ديال اللاعب وديك القذافات لان واحد المره يعني مع الجمعيه ديال التضامن ثقافه ورياضه برئاسه اللاعب السابق للاتحاد الاسلامي الوجدي والنهضه البركانيه ديال الواسي قنباص الحاج قنباص اللي رمضان اللي صراحه يعني هذا الحاج اللي دارنا خلقنا فرصه باش شفنا عادات كثير من الوجوه الرياضيه ديال الجهه الشرقيه وكانت فرصه باش تكون قيمه مضافه لكره القدم ديال الجهه وهذا شيء جميل خصوصا انه كرم عدد كثير من الوجوه اللي غبرت على الساحه بصفه عامه وهذا السيندروم عينه من العينات اللي حتى هي برزت بشكل كبير ولكن غبرت خطره واحده وهذا هو اللي كيخلينا نوضعوا اكثر من علامه استفهام على الاقل بعدا نذكروهم في محافل ولا نستحضروهم وتكون يعني تضافر الجهود ماشي مع الجهات المسؤوله لان مسؤول يجي عام عامين ثلاث سنين يمشي ولكن كاينين اللاعبين القدامى كاينين مسؤولين ابناء المدينه اللي كيعرفوا بعضياتهم يدير واحد اللائحه والاولويه اللي اكبرهم سنا وكتمشي يعني ديك اللمه والتكريم وعرفان الجميل كتخلي الواحد يحس براسو انه راه ما يعني عطى ديك المدينه رغم انه كره القدم نقولها صديق صريح العباره انا بغيت انت تتكلم سي نجيب لكن كتبقى محطوط شي شويه فكره القدم اللاعبين القدامى الى ما نالوش ما نقولوش نالوا حظهم كانوا متميزين في ديك الفتره صراحه لان ملي كان يلعب واحد مع شي فريق راه كان متميز على ما كيكونش انسان عادي مقارنه مع الناس اخرين فكيبقى داك اللاعب ديال النهضه هذاك المولوديه شي واحد اللي متميز كي يعني كان عنده واحد الكنز الذي لا يفنى اللي هو حب الجمهور حب الناس واصبح اسم متداول ماشي غير في الاقليم ولا الجهه الشرقيه وانما المستوى الوطني وهذه هي اللي ذلك التمييز لان كتسمع الراديو الكره عندها نضرم يا سجال هذا الواحد كيتمنى يشوف غير نضرم النهار اللي كيجي الفرصه يشوف نضرم نضرم ديك كتبقى ديك داك الاسم يبقى مرسخ دماغ وديك الصوره الا شافها غادي تبقى مرسخه اليوم ولينا نشوفوا رغم يعني الظروف مواتيه والماديه فالحمد لله انه لكل زمن رجالته وناسه محظوظين ف يعني الله يعاونهم ونتمنوا يعني النجاح والتوفيق للجميع فكي اللعاب غير يمشي عام ولا كتنسى ما كتذكرش في حين كنبقاو عاقلين على اسماء ديال الثمانينات ومحفوظه عندنا ومسخه في الدماغ ولا لا سي نضرب كاينه سي ميم وانتم شنو كتشوفوا ديك ابجديه كره القدم وكتكونوا تشوفوا هنا في المدارس وتشوفوا الطريقه ديال التلقين ابجديه ديال كره القدم ما بقاتش في هذا الوقت الكري اللي كانت ولكن خصهم عليها اللي يرجعوا ديك الابجديه جبرنا في مصطلحات كرويه اللي زعما غريبه ما دخلت كاع في نطاق الرياضي يعني نتوما واش ما كتحاولوش زعما تصحوا لهم نجيو نصحوا لهم كاين نصحوا للدراري ولكن ما كانش اللي يساعد اللي تمشي عندو قليل اللي يساعد يلاه ناس تقلع واخا تمشي تما بحال اللي يخاف منه عارف راسو بلي انه ما غاديش نحنا كنشوفوا سينا نجيب الكرة تطورت بشكل كبير صراحة يعني دخلنا في عالم الاحتراف وعالم الاحتراف كيطلب يعني طقوس أجواء مختلفة تماما مع اللي عهدناه لأن كانت بكري حتى شوية ديال العشوائية كنا نشوفوا لاعبين ممتازين وما يعنيش أنه الفريق ممتاز كانوا لاعبين متميزين وما يعنيش أنه الفريق متميز
كانوا لاعبين جيدين وما يعنيش انهم فريق جيد. اليوم امور يعني تغيرت بشكل كبير، ولات يعني كرة القدم ليست فقط لعبة من اجل التسلية والبحث عن النتائج، وانما اضحت يعني خاطرة للتنمية، يعني المنتوج الكروي اللي هو اللعب، وبالتالي شركات اللي كتسوق هذا المنتوج الكروي، وحنا دائما على قدم وساق باش ان شاء الله تكون هذه الرياضه بصفه عامه كره القدم هي قاطره للتنميه، وحنا كنشوفوا يعني ما هذا هو الهدف، ولكن الكرات تكون بالمصطلحات ديالها بالقواعد ديالها، ماشي اننا جبرت الكره نابعه قواعد غيرها ما صالحاش على الدار. اذا السي نجيب انتما يعني من باب الامانه اذا كنتوا فعلا كتشوفوا بانما ماشي هذيك هي الدروس اللي كتعطى، ماشي هذيك هي التلقين ديال الابجديه ديال الطلبه، فيمكن لكم تدخلوا بواحد الطريقه اللي يمكن لكم ما تكونش حرجه، ولكن طريقه اللي يمكن لكم تساعدوا فيها هاد الشباب اللي كيشق طريقو نحو يعني التدريب، فيمكن لكم تتمتعوا بالمساعده، وخصوصا الخبره اللي راكمتوا هذه السنين تتوظفوها في هذا المجال. هذا انا ديما هكا نفعل مع الدراري، وكنجي ننصح الدراري وكنعطيهم المصطلحات، حقا جبرت واحد المصطلحات غير قانونيه في اللعبه. مثلا بحال الابجه ديال الكره، كاين اللي في الانتيريور كيقول لها صفاح، ما كايناش المعلومه الكرويه، يعني مثلا لاكويس الاسماء ما كيعرفوش الابجه ديال باش تعلم الطب، بحال لاكويس كيقول لها راه الركبه بحال بلان دو بي كيقول لها لافرا، عطيها الاسم ديال الحقيقي باش يتعلم الاسم ديالها. حتى الطريقة ديال الكرة، ديك المسافة اللي غادي تكون ما بين وسط الكرة مع الرجل والطاري هذاك، يعني ديك لا تكنيك التقنيات ديال كرة القدم. غادي نقرا التعليق السي هذاك. معنا واحد الرسام صديق ديالنا من ديار الفرنسيه، سي نور الدين حياوي، تحياتي لكما حياوي الزعر، تحياتي لكما سي ميمون. معنا كذلك واحد الصديق ديالنا اللي تابع وزاره العدل كيتواجد بتطوان، صديق ديالنا، تحيه عاليه لسي نجيب اللاعب الذي اعطى الكاتيه للمولوديه والنهضه، فيعني قال لك شكرا سي نجيب. معنا كذلك السيد رئيس جمعية قدماء لاعبي وجدة، شكون هو؟ رئيس لاعبي وجدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السي ميمون، الله يجازيك بألف خير، شكرا لك خاصة بعد اللقاء مع الشخص الذي عشرناه من الزمن القديم، صديق عزيز علينا، لاعب من أحسن اللاعبين بالرجل اليسرى، القذافات ليس لها مثيل، إنسان خلوق كيف محب المعاوره يا سرابك، هذا هو الجمهور ديالي، هذا هو البورتبونير ديالي، هو سرابك تبارك الله. شوف انا بغيتك دير بالرجل اليسرى، القذافات ليس لها مثيل، انسان خلوق محبوب، لم ينال حقه، نعم هو من الناس الذين قدموا الكثير للفرق التي لعب لها، ولكن بحق ولو حتى لاعتراف صغير، هذا هو الاعتراف الجميل. هذا الصديق ديالنا، قول له السمية، عاود قول له اعطي له شي حاجه بيناتكم، شي مود باس، اعطي له شي مود، ما غاديش نقول انا السمية. هذا رئيس جمعيه قدماء لاعبي وجده، يلا. وهذا الصوت الساجي مع المجموعه، مع الفيلالي، ومع هذاك اللي ديال الامداح وديال دوك اللقاءات اللي كنديروا، رائعه جدا. واش غادي لا، المهم يعني وصل الكلام ديالك على الكره، قال لك اودي شي نضرب اللي ما ناش حقه، ورغم انه كان لاعب صاحب العسريه الرائعه، لكن ما لاش حظ ديالو. فنقولوا دائما وابدا قدر الله ما شاء فعل، كل واحد والمستقبل ديالو، كل واحد كيفاش كتعرف الناس الحظ وصافي، والانسان ما عندوش الحظ. قال لك الفوطه، ايوا انا زيد راه زاد لك، راه عطاك واحد المودو باس اصاحبي، راه تبارك الله اليوم راه ما شاء الله، راه مفورمي ورئيس جمعيه قدماء كاع اللعابه ديال وجده. بقال لا
زيد له زيد البوطا زيد له لكن دير له الشلال زيد له الشلال راه البوطا ما 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 انا بغيت يلاه راه يضحك قال لك انا وسعيد السويدي حسين بطر ها الجواب صحيح والله يلا زيد تكلمني الله يلا والله الا حسين الا عارفين ما غادي يوصل هذا قول لا انا عارف قول سعيد السويدي انا كنت التحفه نتاعنا سعيد حسين خويا تبارك الله عليك الله يحفظك وبارك الله فيك الله يجازيك بخير ورا نسيتنا ما بقيت لا تشوفنا لا تدور علينا لا تغنى لا ولا شيء. إذن سي حسين راه كي راه حاضر معنا راه كيتابع معنا سي حسين راه كاين والاصدقاء اللي كيتابعوا معنا باغيين يسمعوا السي نجيب هو كيتكلم ما وقعت لك شي طريفه من الطرائف بعدا في الحياه الكرويه ديالك؟ وقعت لي واحد الطريفه انا والسي رمضان شكون رمضان القنباص غادي نعاودكم هاد الطريفه كنا في لوطيل كنا في لوطيل في كازا وكنا نلعبو الرابي تفضل كنا نلعبو الرامي وداكشي وساليت انا الرامي في مريحه انا قنباص وجابري وخيطنا رمضان مع الكوش انا نطهرت ورمضان لصق الكاشه تما جبد معاه كاع الكوش هذا هو الطريف اللي صرات لي انا وديما كنعاودوها لسي رمضان وكيضحك من كبدو فين شدو هذا وكيضحك عليه اذن هذه الطريفه من الطرائف قال لك الله يحفظك ويفرحك ويسعدك هذا السي الحسين بطاش وثانيا سي نجيب بغيتك بعجاله تقول لي كنت شارك في الدوريات الرمضانيه ماشي بزاف اذن غادي تعاود للمتابعين ديالنا مع من بديت والفئه اللي بديت معها ومع من كملت وفين مشيت باش اللي التحقوا بنا الان يعرفوا المسيره الكرويه ديال اللاعب السابق للنهضه البركانيه المغربيه تفضل من الصغر ومن التحق منذ التحق بالكره والتحق بالمول ديالو تفضل سنة 73 يعني بدينا كما بدينا غادي نعاودو مع سنة 73 بديت مينيم على التكاري لعب جينيور وراه طلعت للمولودية وليت لعب فيها ومشيت للقوة لعبت بريتي قوة المساعدة ورجعت للمولودية مور المولودية مشيت للبركان ومور بركان مشيت لها مشيت لخريبكة ثم النهاية ديالي تاع تما ساليت الان يعني شنو الافاق المستقبليه ديالك شنو في عالم الكره واش جبرت عليها خطره وحده درت القطيعه ولا ناوي انه درت القطيعه نهاريت الكره مخربقه تفضل نهاريت مخربقه وداك الشيء قريت الكره حتى ل 2009 من 86 تما ريت الكره تفضل زيد اسمي وموراها ساليت مع الكورة مشيت درت تدريب خدمت مع واحد السي حسين تاع الأمان درت تدريب ولكن ما تالي جبرت لها ما كاين والو هادي هي الأسباب اللي جعلتني باش والآن راني بعدنا على الكورة نهائيا صافي سي نظن سي فارس سي شنو تبغي تقول شي حاجة؟ قلنا الزا الزا لا لكن جو زعل روبيو 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 كاين ما اللي كان يجربو بكاوي ولد اكليه لا روبيو اه شبري اوه ما عقلتش عليها شبري ما عرف غير براسي انا الهاشمي واللي كان يجرب اوه بيو بيو واحد ما عرفتها بس بانو في الصورة هاي سيد علي لاباس وانسان شي بخير الحمد لله لاباس بخير
مريحه صافي. يلا سير سير علي غادي يعطينا. إذن كنا مع السي نجيب نضرام الحياه الكرويه ديالو والمسيره الكرويه ودار بعجاله. نضرام كيتكلم كره القدم لكن ما بغاش يتكلم لنا ويبوح لنا من الاسرار والحياه يعني الخسانة دروازي، لكن دائما كيبقى متحفظ معنا سدالي اللي هو في خدمه ديال هاد البراعم اللي غادي يكونوا اشبال اللي غادي يكونوا اسود الغد. والاخت كذلك اللي صراحه فتحوا لنا يعني فتحوا لنا القلب ديالهم قبل ما يفتحوا لنا المكسب باش ندير واحد اللقاء مع السي نجيب. وبالمناسبه ان شاء الله غادي يضرب لكم موعد سهل يعني باش واحد النهار ان شاء الله نجيو نديروا واحد التغطيه في هذا المعهد الملكي من اجل يعني معرفه البرامج المسطره والاهداف المسطره من اجل خدمه هذه البراعم اللي صراحه كنعتبروا الرياضه وحده قطره التنميه. الرياضه هي مدرسه واقسام بدون حجر. فتحيه للاخوه كاملين. تفضل سي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه رياضيه للسي نضرة واستاذ ديالنا كنتعلموا منه بزاف ديال الحويجات. تحيه للاستاذ اللي دار هذه المبادره ميمون الحسيني. ميمون الحسيني تحياتي ليه هو الكاتبه العامه ديال جمعيه العهد الملكي للرياضه. هي تحياتي ليها اللي كتبذل لي واحد المجهود كبير للاستاذه ابتسام. واستاذه ابتسام راه لاعبه سابقه للمولوديه الوجديه للريكبي للريكبي المولوديه الوجديه للريكبي ولاعبه حاليه لنهضه الشرق للريكبي وهي كاتبه العامه ديال جمعيه العهد الملكي. تبارك الله. سي علي بعدا نقاطعك وسمح لي على كيفاش من الريكبي جيتي لخدمه كره القدم؟ واحد السؤال بسيط يعني واش صدفة ولا كاين شي حاجة لأن تباني حتى بين ديال كرة القدم راه كاين عندك عشق لكرة القدم وكرة القدم لغة عالمية صراحة. طبعا يعني عندي موهبة لكرة القدم وبصراحة يعني كنحاول أنني نلبي الموهبة ديالي في يعني في شي بلاصة اللي كتكون ترجميها باش تكوني في خدمة منهم بحاجة إلى خدمة أكيد. نعم المهم يعني ما لعبتش انا غير كره القدم، لعبت الهوند، لعبت الريكبي، لعبت كره القدم، ولكن حاليا مزيان دروك راكي قيمه مضافه للعهد. نعم. لهذا العهد الملكي. فشكرا. تفضل. مرحبا. تفضل السي درام نقول لهم السلامه باش غادي شكرا. اذا نقول السلام عليكم الله يعاونكم وتبارك الله عليكم وعلى الاخوان. الله يحفظك. تفضل السي كمل. المهم اليوم غادي نتكلموا على الاهداف ديال الجمعيه. الهدف ديال الجمعيه ديال جمعيه العهد الملكي الوجدي لكره القدم وهو هدف تربوي ورياضي. الجمعيه كتهتم بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه كذلك واطفال ثلاثي الصبغي. كاع كاينين هنا عندنا عندنا جميع الفرق هنايا في هذا الملكي الوجدي لكره القدم. اذا غادي نخليوها هنايا باش نخليو داك التشويق لان ان شاء الله غادي نجيو ندير واحد اللقاء خاص مع سيدنا علي والاخت ابتسام وكذلك سي جابري باش نوضعوكم في الصوره البرنامج الخاص بهذا الناس اللي راهم في الخدمه ديال هذا العهد الملكي اللي الصراحه يبدو انه هناك يعني براعم اللي غادي تشق طريقها في هذا العالم الرياضي اللي اضحى اليوم نقولوها ماشي غير بحث الارقام والنتائج انما هي يعني قاطره للتنميه وهذا هو الهدف. لان اليوم من دخلنا عالم الاحتراف اكيد كيبقى اللاعب الرياضي هو المنتوج ويجب تسويق المنتوج كما يجب. اذا هنا غادي يمكن نودعكم على امل لقاء بكم فرصه قادمه بحول الله ان شاء الله. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء سي جابري. سليمون. الى اللقاء. سليمون. الله يحفظك. سليمون. الله يحفظك. الى اللقاء.
أنا شفيق سيميمون زعفرانك الله يجزك خير سي شفيق مرحبا فيكم سيميمون شكرا بزاف بزاف والله الا فاجئتونا ونبغي هاد الزياره كما نقولوا ما توقفش ان شاء الله ديما تزورونا وشرف لينا انكم تكونوا معنا وتحيا الناس الجهه الشرقيه وتحيا ناس مكان الله يحفظك نشوفوا الاطلاله نديروا الاطلاله هنايا بدا إن هذا هو العهد الملكي هشام حسين السي حسين سي عبد العالي معروف بالأعمال الجمعوية بامتياز أكيد السي عبد العالي معك السي حسين بطاش قال لك السي حسين ها هو السي عبد العالي قال لك السي عبد العالي معروف ها هو ها هو السي جابري والسي عبد العالي حسين السلام عليكم كدا سي حسين بخير مزيان تحياتي سي حسين وتبارك الله عليك وسي حسين راه استاذ ديالنا تحيا لاساجو جمعيه قدماء لاعبي وجده وكل احترام لخويا بطاش وحفظك الله بارك الله فيك تحياتي الله يحفظكم والوليدات ديالنا هما الله يحفظكم بارك الله فيكم اذا نودعكم على امل لقاء بكم فرصه قادمه بحول الى اللقاء لا يبارك سلام الى اللقاء